يا صباح الخيرات مرة جديدة. التشنجات العضلية وخاصة الوتابية مشكلة كلنا بنعاني منها، وخاصة بفصل الصيف نتيجة التعرض للمكيفات والمراوح لفترات طويلة، يعني في حال إذا كان في كهرباء. ومعظمنا بيلجأ للتدليك مع المرخيات العضلية، بس إذا كان هذا التشنج عنيد فأكيد من الطبيعي أنه نحتاج لمختص بالعلاج الفيزيائي لحتى يفك الوتاب. صحيح يا نور، لهيك اليوم رح نحاول قدر الإمكان نجاوب على الأسئلة الشائعة حول التشنج العضلي، وأكيد رح نحكي عن خيارات العلاج والأسباب والتمارين يلي من المهم أن المصابين يتبعوها لحتى يخففوا من ألمهم. تفاصيل أكثر مع ضيفنا لؤي الحسيني الاختصاصي المجاز في العلاج الفيزيائي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك معنا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك معنا لليوم عم نحكي عن مشكله بظن يعني العالم كلها بتعاني منها، ولكن صحيح. احنا اليوم التشنج العضلي ما بنعرف شو هو، شو انواعه، خبرنا اكثر. التشنج العضلي هي يعني من اكثر الاشياء شيوعا بالامراض الهيكليه، يعني جهازنا العضلي او جهازنا الحركي. لها اسباب كثيره. غالبا العضلات بتتشنج لما تكون هي منهكه من العمل، منهكه من الشغل، عم نطلب منها مهام اكثر من طاقتها فبتتشنج العضله. طبعا هذا التشنج ممكن يصيب اي عضله بالجسم، يعني ممكن يصيب عضلات الظهر، الرقبه، الاطراف السفليه، الاطراف العلويه، اي عضله بالجسم ممكن انها تسبب تشنج عضلي. تعمل تشنج عضلي يعني. مثل ما حكينا انه الاجهاد هو السبب الرئيسي، ونقص السوائل سبب كثير مهم نحن ما عم نهتم له بفصل الصيف، انه نحن لازم نكثر سوائل لحتى نخفف من الاصابه بالتشنجات العضليه. صحيح. طبعا في بعض الامراض اللي بترافق الامراض العصبيه مثل الباركنسون، التصلب الويحي، الخزل الشقي، ممكن كمان تعملنا تشنجات عضليه. او بعض تشوهات القوام، الحدب والجنب، كمان ممكن يعمل تشنجات عضليه. المكان اللي نحن بنعيش فيه، السرير اللي بننام عليه، طبيعه العمل اللي نحن ممكن تسبب لنا بعض التشنجات العضليه. صحيح. طيب نحن بنشوف كثير ناس تعمل حالها انه هي اخصائيه بانها هي تعالج، ولكن هن ما عندهم الخبره الكافيه وما عندهم الدرايه الصحيحه لحتى يعالجوا هذا النوع من الالم، فبتلاقي ناس ما عندها خبره ولكن هي عم تعمل لك تدليك خاطئ لهذا الموضوع، فبتسبب لألم اخر، يعني بتفاقم الالم اكثر وما بيساعدوك على العلاج، ولكن بالعكس هن بيضروك. فهذا الشيء قديش شائع وبيصير؟ والله هذا شائع كثير، وانا بشوفه بالعياده يوميا، وخاصه انه نحن كل مرضانا بيفتحوا فورا على النت وبيقروا وبيعالجوا حالهم لحالهم وبيعتبروا حالهم انه هن وصلوا للمعالجين. المهم جدا انه نحن نعمل تشخيص وتقييم للحاله، يعني نحن نعرف تماما شو سبب هذا التشنج. يعني في اسباب كثيره، يعني نعرف المريض عنده مشاكل بالعمود الفقري، في فتق نواه لبيه، في عندنا تشوهات بالقوام، في مشاكل داخليه، يا ترى بياخذ هو ادويه لامراض الضغط والكوليسترول وكذا، كمان هي بتعمل الام عضليه وتشنجات عضليه. يا ترى في نقص بالشوارد، في نقص فيتامين د، بدها دراسه يعني بشكل عام لنقدر نحط خطه علاج صحيحه ونوصل لانه المريض يطيب، مو انه نعالج انه نحن العرض، يعني ناخذ مرخي عضلي طاب بس نحن ما عالجنا المشكله، راح تاثير الدواء رجع حتى المرخي الألم. يعني حتى حب المرخي مو لاي حدا، مو لمين ما كان. تمام. حسب العمر طبعا هي بدها تكون المرخي العضلي يعني كدواء بده يكون باشراف طبيب. تماما. يعني ممكن كمان يعني هي المعالجات الخاطئه بالمرخيات العضليه والحقن يلي ممكن بتساعد على تخفيف الالم، ولكن هي غير قادره على حل المشكله وايجاد السبب. اليوم شو ممكن نحن نتصرف ونعمل في حال اصابنا وتاب؟ اليوم بنتوجه للصيدلاني بناخذ بعض المرخيات العضليه، ممكن بيكون بعض التدليك، ما بعرف هل هو صحيح او لا، شو لازم نعمل؟ في تطبيقات لازم نعملها عمليه نحن فينا نعملها ولا لا؟ التوجه للاختصاصي. تمام. هلا هو التشنج العضلي هو حدوث شد بالعضله اكثر من يعني المسل تون تبع العضله صار اعلى، اما بشكل مفاجئ او بشكل تدريجي، يعني بشكل مفاجئ اثناء واحد عم يلعب رياضه او بالمسبح صار معه كرام، ممكن بهالحاله انه يشد العضلات المعاكسه لهي العضله، يعمل مساج خفيف، بعض التحريك الخفيف، استخدام الثلج او الحراره كمان ممكن انه يساعد. الثلج بالحالات الحاده بنستخدمه بتخفيف الالم، لانه الثلج مسكن للالم شديد جدا. وبيعمل يعني بعد تطبيق الثلج بيعمل تحسين بالترويه الدمويه شديد، مثله مثل الحراره. صح.
تمام. رح نطبق نحن وياك، حنطبق شيء نحن من التمارين بشكل يعني عملي العلاج أكثر. الفيزيائي بس حاشرح شغله صغيره نحن لحتى نقدر نعرف شو عم نساوي. نحن العضله عباره عن محركات صغيره 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 اسمها ساكرومير. هذا ساكرومير عباره عن بروتينات اسمها اكتين وميوزين، بينزلقوا لما تتقلص العضله بينزلقوا هيك بقلب بعض. اوكي تمام. هالساكروميرات موجوده جنب بعض، لما تتقلص العضله كلهم بيدخلوا بقلب بعض. في جزء منهم احيانا بيدخل وبيلزق، صار في عنا التصاقات. فك هي الالتصاقات هو الحل المثالي لعلاج التشنجات العضليه. التشنجات العضليه اللي بنسميها الوتاب. اللي بنسميها الوتاب. اوكي. التشنج العضلي المزمن. طبعا بالعلاج الفيزيائي في كثير وسائل نحن بنستخدمها، منها التمارين العلاجيه، تمارين الاستطاله، تمارين اللياقه العامه، تمارين التنفس، ممكن نستخدم بعض الوسائل العلاج الكهربائي مثل الامواج فوق الصوتيه، الحراره السطحيه او الحراره العميقه، ممكن بعض تقنيات تحريك الانسجه او اللي اسمها بالانجليزي سوفت تيشو موبلايزيشن، بعض التيارات الكهربائيه اللي بتسكن الالم وبتحسن الترويه الدمويه. في تكنيك بالتمارين بنعمله نحن بالحالات الشديده، انه نحن بجسمنا العضله لما تتقلص، يعني انا مثلا لما اعمل هيك بقلص البايسبس، لما تتقلص البايسبس الترايسبس بدها تسترخي اجباري، ف اجباري بدها تسترخي العضله المعاكسه للعضله اللي عم تتحرك. قد ما حكينا لهم بالحكي ما رح يفهموا علينا قد التطبيق، فشو رايك نبلش بالتطبيق؟ فنحن بنستغل هالقصه هي وبنعمل نحن تمارين للعضله المعاكسه لها، فممكن انه تمام تفضل مباشر. يلا بنحب مباشر قبل ما يتداركنا الوقت. يلا نحن معنا زميلنا الاستاذ نزار، هو معالج فيزيائي. أوكي. عم يتابع دراسته بجامعه البعث. يا اهلا وسهلا فيك. حناخذ مثال، هي العضله الترابيتسيوس اللي اكثر شيء بتتشنج. اوكي. نحن بنفحص المريض بنشوف يا ترى هي بس تشنج ولا في عنا اعراض جذريه، في ضعف بالاطراف ولا ما في ضعف، يعني هل هي المشكله هي بيور عضلات ولا لا في عنا مشكله عصبيه. اذا مشكله عضليه بندور وين التريجر بوينتس تبعها. اوكي. في نقطه اللي بيكون فيها الالتصاقات شديده ممكن نعمل عليها سوفت تيشو موبلايزيشن، يعني بنيجي بننزلق الانسجه على بعض لحتى نفك الالتصاقات اللي موجوده. او ممكن نطبق امواج فوق صوتيه كمان بتساعد على فك الالتصاقات. ممكن نمططها العضله كمان، انه نحن بنعرف عمل العضله، هي العضله بترفع الكتف لفوق، فنحن اذا بدنا نمططها بننزل الكتف لتحت وبناخذ الراس بالجهه الثانيه وبنعمل تمطيط طويل. يعني مو هيك تمام، يعني بنعمل تمطيط شده واحده لمده 20 ثانيه اقل شيء. هلا ممكن نحن بنعرف مثلا العضله الرافعه على الكتف فيها تشنج. اوكي. مثل ما حكينا هلا بندرب العضله المعاكسه لها اللي بتعمل خفض للكتف، فاذا دربناها لهي العضله، هي العضله اللي نحن بتشنجي عنها بدها تسترخي اجباري. يعني مثلا ممكن نستخدم السيرابان او اي رباط مطاطي. امسكه هيك. ارفع كتفك لفوق، هلا اضغط لتحت. هلا بهالعمليه نحن عم ندرب العضلات اللي هي بتخفض الكتف لتحت. أوكي. وبالتالي العضله اللي من الناحيه العلويه اللي هي اللي فيها المشكله حتسترخي اجباري بطريقه معاكسه. بطريقه قد ايه بدها هي الجلسه وقت؟ يعني اليوم انا لحتى شعراني بالالم كثير وتوجهت لعند حضرتك، قد ايه بدي بالجلسه لحتى اشعر انه الالم خف؟ ما رح نقول بنسبه 100% ولكن هلا قسم بالمئه 50% انه انا شعرت اني ارتحت. تماما. هلا بتختلف من شخص لثاني. في اشخاص بنيتهم الجسديه صلبه، يعني بتلاقي هو بدون ما يلعب رياضه عنده كتل عضليه هائله، وفي ناس بنيتهم ناعمه وطريه وحتى بيكون عندهم فرط مرونه، فبتختلف النتائج من طبيعه يعني. بس المفروض خلال 3-4 جلسات المريض يحس بتحسن. مرافقه للادويه والمرخيات العضليه ممكن اذا كانت الحاله شديده ممكن نستشير نحن طبيب انه يوصف شيء من المرخيات العضليه او مضادات الالتهاب اللي هو بلاقيها مناسبه بتساعد بتسريع العلاج الفيزيائي. اوكي. نورجيكم بس كمان لبعض الالام العمود القطني، نحن خلينا نمطط العضلات الهامسترينج. تمطيط العضلات الهامسترينج، شد ظهرك هيك. هجوم لقدام شوي شوي. هلا بهي الطريقه بحس بشد شديد بالعضلات الفخذ الخلفيه. تمطيط هي العضلات بفيدنا كثير بتخفيف التشنج العضلي اللي موجود بالناحيه القطنيه. انت بيكون في عندي هيك مثلا وتاب عنيد، هذا الوتاب العنيد نحن كيف نتعامل معه؟ اذا كان صعب بده ياخذ وقت بالعلاج اطول،
ممكن نستخدم بقى اساليب العلاج الكهربائي اكثر، مثلا مثل جهاز الشوك ويف. انا بس انتهينا من التمارين، حارجع لهم حتى هذا الشيء اللي فعلا لازم نحن ننتبه له مع المعالج الفيزيائي. تمام، نحن ممكن نستخدم وسائل تاثيرها اكثر، مثلا مثل الامواج الصادمه. تمام، بتفتت الالتصاقات اللي موجوده بقلب النسيج العضلي، وبالتالي ناخذ نتيجه اسرع اذا كانت الحالات مزمنه، يعني لانه العضله لما نحن نشغلها وتتعب بتتشنج، بعد ما تتشنج لفتره طويله بصير فيها التهاب، فهالالتهاب بيعمل التصاقات وتكلس، فنحن فك هي الالتصاقات والتكلسات بتساعد العضله انها ترجع لمرونتها الطبيعيه، بعدين بنخلي العضله تسترخي، بعدين بنقويها. يعني بتختلف طريقه العلاج من حاله الى اخرى، نحن ما فينا نعمم طريقه واحده. تمام، على كل الحالات، صح ولا لا؟ لذلك تمام، لازم نعمل تقييم نحن لنعرف وهذا سبب التشنج شو سببه. تماما. طيب اليوم الاشخاص اللي عم يحضرونا عم يتساءلوا انه انا اليوم كل ما صار معي تشنج عضلي انا لازم اتوجه للمعالج الفيزيائي، ما في حل جذري ولا لازم دائما ان كانت حالات بسيطه او شديده المعالج الفيزيائي هو القادر على ايجاد الحل؟ هلا بالمشاكل الحركيه العلاج الفيزيائي له دور كثير مهم الحقيقه، بس نحن كنصائح عامه للاخوه المشاهدين لحتى ما تتكرر او حتى ما تصير، نحن لازم تكون البنية العضلية لنا قوية. يعني ممارسة الرياضة بشكل دوري، إجراء بعض تمارين التمطيط بشكل دوري، تغيير مكان العمل، يعني أنا الموظفين اللي بيقعدوا 6-7 ساعات على كمبيوتر أو على موبايل لازم هدول يقوموا يتحركوا كل ساعة كل ساعتين، السرير اللي بننام عليه، الكرسي اللي بنقعد عليه، الكرسي السيارة اللي نحن اذا كان في سائقين بيقعدوا بالسياره لفترات طويله، ننتبه للاطفال انه من 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 سن الطفوله يمارس الرياضه لحتى تطلع بنيته العضليه جيده. تمام، هذا شيء بيساعده يعني كسل العضلات او عدم الحركه العضليه السليمه هي اللي بتعمل هي التشنجات. تمام، هي السبب الرئيسي للتشنج العضلي، يعني هي العضله لما تتشنج شو عم تعمل؟ هي عم تحتاج انه انا تعبت حاجه تشغلوني. اوكي تمام، فنحن بناء كتله عضليه جيده حتى من سن الطفوله المفروض نحن ننتبه لاطفالنا، هذا الشيء بيعمل له وقايه من حدوث الام العضلات بشكل عام. طب لما بصير هذا الالم او بتعرض لهذا الالم له لاي شخص كان، في بعض الاشخاص بيكون عندها مثلا امراض مزمنه مثل الضغط او القلب او كثير امراض، فما بيقدروا ياخذوا هي الانواع المرخيات العضليه، ممكن هذا الشيء ياثر على عضله القلب. صحيح، في بعض الاحيان. فنحن شو ممكن ناخذ علاجات ترخي عندي هذا الالم، تخفف لي اياه من دون ما ياثر على باقي الاعضاء، ما ياثر علي بشكل سلبي، وبنفس الوقت انا بدي اتسكن. طبعا، فهل نحن نروح للمسكنات ولا في علاجات؟ هلا الادويه المسكنه والمرخيات العضليه هي فيها شيء مركزي وفي شيء محيطي. تمام، على عضله القلب شخصيا ما بياثروا لانه هن عضله القلب لها نظامها الخاص فيها. اوكي، بس بشكل عام العلاج الفيزيائي ما له سايد افكت، يعني المرضى اللي بياخذوا كميه ادويه كبيره اذا قدروا يوفروا على الكبد وعلى الكلاوي شويه ادويه ولجأوا للعلاج الفيزيائي انسب كثير، لانه ما له ولا اي سايد افكت وهو بحل العرض، بحل المشكله. تماما، وهي نقطه فعلا كثير مهمه، التوجه للعلاج الفيزيائي. المعالج هو القادر على انه ينصح المريض بالتوجه الى طبيب العصبيه او ممكن ببعض التمارين الفيزيائيه، قادر على انه نحل هاي المشكله. ختاما بنشكرك لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك، نورتنا. الله يعطيكم العافيه، شكرا لك. شكرا كثير لك، وعن جد شكرا على هذه المعلومات المهمه، لانه في كثير ناس بهي الفتره تحديدا عم تتعرض لهذا الالم. فشكرا كثير. الموضوع مناسب بهالوقت، بهذا الوقت الشوب والمكيفات والصيف والبرد للشوب. صحيح، شكرا كثير لوقتك.